وأنا أختتم القيام بالمهام التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية. تشرفت اليوم بالقيام بهذه الزيارة إلى جمهورية غانا، وبمناسبة هذه الزيارة تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية لغانا السيد نانا أكوفو أدو، حيث نقلت له تحيات أخيها الرئيس عبد المجيد تبون، وأبلغته رسالة من لدنه تتعلق أساسا بالأزمة في النيجر وآفاق تكثيف وتوحيد جهودنا لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد والمنطقة برمتها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع والعواقب الخطيرة التي قد تنجر عن خيار اللجوء لاستعمال القوة. كما أطلعت الرئيس نانا أكوفو أدو على المبادرات التي اتخذها أخوه الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز مكانة ودور المسار السياسي في حل هذه الأزمة، لأن هذا المسار يبقى في نظرنا وحده الكفيل بتحقيق الأهداف التي تلتف حولها جميع شعوبنا ودولنا داخل منظمتنا القارية الاتحاد الإفريقي، والتي تدعمها أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وتتمثل هذه الأهداف التي حددها الرئيس عبد المجيد تبون بكل وضوح فيما يلي: أولا، ضمان الاحترام الكامل والصارم للإطار القانوني الإفريقي المتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، مع التأكيد على تمسك الجزائر التام بمبدأ حظر ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، الذي كان لبلادنا دورا بارزا في بلورته وترسيخه على الساحة القارية بمناسبة قمة الجزائر في سنة 1999 لمنظمة الوحدة الإفريقية. فبحكم هذا الرصيد تكون الجزائر الحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي والحافظ المعنوي لهذا المبدأ المركزي للعلاقات الإفريقية. ثانيا، تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وكذا إعادة الاعتبار الكامل للحوكمة الديمقراطية في هذا البلد الشقيق. ثالثا، الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي، سواء من ناحية تكريس النهج الديمقراطي أو من ناحية مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في البلاد بصفة مباشرة وفي المنطقة بصفة غير مباشرة. رابعا وأخيرا، تجنيب النيجر والمنطقة بأسرها تداعيات اللجوء إلى الاستعمال للقوة، وكذا مخاطر التدخلات الخارجية في هذا البلد، والتي تنذر كلها بتأجيج الأوضاع في النيجر وفي المنطقة برمتها. فالمحادثات مع الرئيس نانا أكوفو أدو كانت جد مثمرة، وأكدت التوافق التام في وجهات النظر بين بلدينا وبين رئيسينا، مثلما أكدت الحرص الدائم والمشترك بيننا على تعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم تطلعات وطموحات شعوبنا الشقيقة في المنطقة. ولقد كلفني الرئيس نانا أكوفو أدو بنقل تحياته وتشجيعاته لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثنيا على دوره وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر. وعلى صعيد أوسع، أكد للرئيس نانا أكوفو أدو إشادته بالدور الثابت والملتزم لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون في خدمة قضايا سامية
وهي قضايا التنمية والأمن في إفريقيا. كما حملني رسالة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد أنه يتطلع للقائه في المستقبل القريب بمناسبة الزيارة، زيارة دولة التي سيقوم بها إلى الجزائر بدعوة من السيد رئيس الجمهورية.